دلوقتي هينضم لينا يمكن النهارده زي ما احنا متعودين دايما بيكون معانا ضيف عبر سكايب او زوم، يكون بنشوف معاه اخبار البطوله ايه، رؤيته الفنيه ايه. معانا دلوقتي حمزه السراج، ده مدرب جزائري واعد جدا، يعني بيتولى تدريب تشارلتون اتلتيك في انجلترا تحت 23 سنه، وكان كمان من المقربين جدا جدا لطبعا جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب لمنتخب انجلترا. هنتكلم معاه على رؤيته، شايفين ازاي الاجواء ايه في انجلترا قبل المباراه، مباراه نصف النهائي امام الدنمارك. معانا تليفونيا طبعا الكابتن موجود معانا، السرار موجود من انجلترا. مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير عليك حمزه، ازيك؟ خير لكل متابعي الاهلي. الحمد لله كابتن هاني، وحشنا. وحشنا حمزه، وحشنا وكابتن عمر والكل، وانا فخر لي اني انا معاكم اليوم. لا فخر لينا طبعا، انت من المدربين الواعدين ويعني بتعمل نتائج اكتر من رائعه. عايز اتكلم معاك يا حمزه، يعني قول لي الاجواء ايه، اجواء في انجلترا عامه ايه بعد يمكن الوصول للمباراه قبل النهائيه للبطوله يورو 2020، بعد طبعا الفوز الكبير على اوكرانيا 4-0. والله الأجواء خرافية، يعني فيه تحمس كبير وفيه يعني أعلام المنتخب الإنجليزي في كل مكان، والكل يتحدث على كرة القدم وبس. يعني كان الأجواء في بريطانيا بنسينا شائحة كورونا، وبنسينا كل البريكسيت وكل السياسة، والكل بيتكلم بس على كرة القدم وعلى المنتخب الإنجليزي، ويعني فيها كما نقول بوزيتيف انرجي، فيه طاقه ايجابيه في المجتمع بكل اطرافه، يعني في اين تمشي في السوق في الماركت في يعني فيها فيه بوزيتيف انرجي. طيب انت كمان كمدرب كبير عايز اخد رايك، وكمان اخد الاجواء حول ساوث جيت بيقدم مباريات اكتر رائعه مع المنتخب الانجليزي. انت شايف ايه اللي اتغير في المنتخب الانجليزي؟ احنا شايفين المنتخب الانجليزي شكله متغير من ناحيه الاداء، القوه الهجوميه يمكن مش كبيره قوي، لكن عنده نتائج جيده، بيحافظ على شباكه بشكل كبير. انت شايف كمدير فني ايه الجديد اللي عمله ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي؟ هو حقيقه كابتن هاني، هذا المشروع هو مشروع طويل المدى، وهذا بدا المشروع في عام 2014 في المعسكر الانجليزي في سان جورجز بارك، اين يعني حطوا مخطط سموها اللونج تيرم بلاير ديفلوبمنت LTPD، وهم فرضوا على كل الاكاديميات وكل الانديه المحترفه انها تحط مخطط يسميه الاتش تريبل بي، وهو الليت بلاير باثواي، يعني حتى تخرج هذا الجنريشن وهذا الجيل الجديد اللي فيه فودن وسانشو وداكلن رايس وفيليبس وكل هذه النجوم الصغيره، يعني معدل عمرها صغير. حمزه انت كنت قريب من ساوث جيت، يعني كمان الناس عايزه تعرف هو اشتغل على ايه بالظبط، الفلسفه جديده بتخش على الكره الانجليزيه بشكل كبير، بنشوف دلوقتي استحواذ، بنشوف الكره على الارض، بنشوف اداء هجومي ودفاعي على اعلى مستوى. انت شايف ايه اهم النقاط، القوه اللي اضافها ساوث جيت للمنتخب الانجليزي؟ هو جارث الشيء الكبير لما يعني تشوفه وتتحدث معاه انه انسان بسيط جدا، ولديه يعني تقرب من اللعيبه، لديه اسلوب في الكلام. هو كان لاعب قديم ولكن عمره ولا يتكلم على تجربته كلاعب، دائما بيتكلم يعني على روح المجموعه، وتحس بان اللعيبه لما يتكلم معاهم يبقى كانهم اخوهم الكبير، ليس اب يعني ولكن اخ الكبير الذي يعني ممكن تتقدم به وتتكلم معاه على امورك الشخصيه، ولكن في نفس الوقت عنده اوثوريتي على المجموعه. الشيء الثاني، جارث ساوث جيت قبل ما يكون مدير فني للمنتخب الاول كان مدير منتخب اقل من 21 سنه في انجلترا، وكان لديه رحيم ستيرلين، وكان لديه اللعيبه اللي بتلعب الان هاري كين، هاري ماجواير، فهو كانت كونتينيتي او استمرار في العمل مع نفس اللعيبه، واخذهم من الاندر 21 الى الفريق الاول الان. صحيح. لكن هو حديث، هو يعني مدرب متطور جدا ودائما بيستمع لافكار جديده، وعلى سبيل المثال في 2018 قبل
قبل كأس العالم في روسيا، مشى لأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقعد هناك 4 أشهر يدرس الـ NFL أو الأمريكان فوتبول، لأنه كان حديث معاه وقال أن الست بيسز أو الكرات الثابتة أصبحت يعني لا يتجزأ من الربح أو خسارة المباراة، يعني صحيح صحيح. 38% من الأهداف تكون كرات ثابتة في العالم. طبيعي كرات ثابتة. حمزة عايز أخدك لنقطة تانية، ويمكن أنا بتكلم على اليورو يعني مثيرة على الأداء الفني، لكن كمان فيها مفاجآت كبيرة جدا بتحصل في اليورو 2020. إيه بالنسبة لك أنت كانت أكبر مفاجأة ليك في يورو 2020؟ أظن أكبر مفاجأة هو المنتخب الإيطالي. شخصيا أنا ما أتكلمش على مباراة بمباراة، ولكن أتكلم على فريق صحيح. فريق اللي أبهرنا يعني بأسلوب وبأداء وبجرينتا، وهو الفريق الإيطالي يبقى يعني الهايلايت تاع اليورو 2020. ولكن الشيء ربما المباراة التي أبهرتنا هو المنتخب السويسري لما خرج المنتخب الفرنسي صحيح. يعني كانت مباراة ممتازة، فيه كثير من الأهداف في اليورو هذا صحيح. وأظن أنا يعني اختصرتها البارع، عملت دراسة خفيفة كذا، فوجدت أن ربما الريزن وراء هذا لأن فيه 5 تغييرات، ومعظم التغييرات لما تقوم بها يعني تقوم بتغيير المهاجمين ليس المدافعين، فأظن أن المدافعين لأنهم يلعبون 90 دقيقة مباراة تلو المباراة تلو المباراة، وال يعني سترايكرز بيدخلوا فريش يعني صحيح. عندهم صحيح. هو احنا حمزه كمان شفنا يعني من خلال طبعا اكيد رؤيتك ان في كمان خطط لعب جديده، وفي افكار مدربين على مستوى عالي جدا بتظهر في البطوله دي. حمزه بنشكرك شكرا جزيلا، طبعا شرفتنا في قناه النادي الاهلي ودايما على تواصل معاك.